حوالي 3 سنين ما بعملش حاجه خالص. ما بتشتغلش؟ ما بشتغلش خالص. عملت ايه بقى؟ كنت بتصرف منين؟ لا بصرف، بعت بقى كل حاجتي بقى خلاص. ما انت هتعملي ايه؟ تشتري الساعه دي؟ بعت كل حاجه خلاص، هتعملي ايه؟ واجهت ده ب... يعني ما هو طبيعي، يعني هتعملي ايه؟ ما انت واجهته بصلابه ولا رضا ولا هممني، قال انه انا اللي عامل الحاجات دي، انا اللي عملتها، عملتها بعرقي وتعبي وكفاحي واصراري على ان انا ابقى كويس واصراري. فايه المشكله؟ هعمل غيرها، بس المشكله انا مش عارف اعمل غيرها. مش عارف ايه بقى؟ عشان الدنيا اتغيرت. بس انت لسه موهوب. لسه موجود؟ موجود اه. وموهوب؟ موهوب دي يعني كويس برضو الحمد لله. انت فنان قوي وشاطر. يمكن ما اعرفش كويس و... بصي بصي يا نهال، قوي وشاطر دي انا ترجمتها عندي حاجه واحده، شغل. انا كويس وشاطر وناجح، شغل. اللي بيحصل بقى في الساحه دلوقتي ملوش علاقه بانك تبقي موهوبه وانك تبقي قويه وانك تبقي صاحب التاريخ وانك تبقي عامله حاجات ناجحه وحاجات مأثره في الناس. طيب يا جماعه بقى، طب انا هعمل ايه؟ يعني ايه المطلوب مني؟ اقلع لكم هدومي؟ ينفع؟ خلينا نقولها بشكل تاني. حابب تشتغل مع مين؟ يعني زي ما كنت بتقول. حابب اشتغل مع بيتر ميمي طبعا، وحابب اشتغل مع محمد سامي، وحابب اشتغل مع محمد علي، وحابب المخرجين اللي موجودين دلوقتي بتوعي انا، دول ولادي. يعني اذا كان فيهم حد حب، يعني حب الفن او اتفرج على الفن او شاف تمثيل كويس، فانا كنت واحد من اللي بيمثله كويس، اللي انت حبيت من خلاله الفن، اللي انت حبيت تبقى تدرس اخراج او تخرج او تمثل. حد كل اللي موجودين يعني امير قرارة ومحمد رمضان ومين تاني، اسماء كتيرة موجودة، نجوم كبار كلهم يعني تلقوا الفن منكم. حبايبي واخواتي، يعني انا امير قرارة كنت بقابله واقول له امير انت حاجة جميلة جدا، انت هتبقى انت وربنا كرم. نفس الحكاية محمد رمضان كان لسه بيبدأ وانا حاسس ان هو مكافح وعنده اصرار على النجاح. عنيد جدا. شوف البلوجرز. لا ماليش بقى. بقى يمثلوا. اه طبعا. لا ما هو دلوقتي، لا ما هو اه طبعا كله بيمثل، كل ان اي حد يمثل، انا ما عنديش اعتراض على فكرة. بس مش اي حد يكمل. اي حد يمثل، مش اي حد هيكمل، ومش اي حد هيسيب تأثير. رسالة عتاب منك تقولها لمين؟ بتعاتب مين؟